مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم من العنب شيء كتير طيب وسهل وسريع. اول شيء عنا عنب، بحط العنب على جنب، كمان عندي كوب طحين بالجاد، ملعقة طعام ونص سكر، اكيد طحين نخلتهم، كمان عنا نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة كربوني صغيرة كربونات الصودا، ورشة ملح صغيرة. بخلطهم مع بعض شوي. بحطهم على جنب. عندي نص كوب حليب، هيدا الكوب اللي عيرت فيه طحين. بحط ملعقة طعام زبدي دايبي فوق الحليب. كمان بدنا نحط بيضة. بحركهم مع بعض منيح. بتمنى للمشتركين الجدد تعليق على الفيديوهات والاشتراك بالصفحة عشان يوصلهم كل جديد من الفيديوهات يلي بعملها. بس حركتهم منيح. هلا بدنا نحطهم فوق خليط طحين. بسم الله. بخلطهم منيح. وصفة كتير رائعة وسهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير. بس حركتهم منيح بهيدا الشكل. هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عندي مقلاية فيها حوالي ربع ملعقة صغيرة زيت نباتي، بدهنها منيح بالزيت. هلا شو بعمل؟ بشيل العنب وبحطهم بالمقلاي. كمان فينا نعملها بعنب احمر، اي عنب متوفر عنا فينا نعملها فيها لهيدي الحلوة. حطينا هول العنب، هلا بحطهم على الغاز. هلا بحط فوقنا الخليط يلي عملته انا وياكم. اكيد مخفف الغاز على الوسط. بغطي المقلاي. هلا بدنا نقلبها.
بقلبها حوالي بس دقيقة لتستوي من الأسفل، تعطي لون خفيف. شفتوا هيدا اللون كيف حرق العنب، عطى لون خفيف على حمار. هلا منطفي الغاز، صارت جاهزة للتقديم. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي. كمان رح حط عليها عنب بهيدا الشكل، زينة لنشوف كيف طلعت من الداخل. بسم الله. فكرة كتير رائعة، العنب بعده بيقرش قريش، صارت بهيدا الشكل. هيدي حلى العنب اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.